السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أشكر المشتركين في القناة وبشكر أصحاب التعليقات الجميلة سواء شكر أو نقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن السيارة الجديدة شيفرولي أونيكس. كشفت شيفرولي الستار للمرة الأولى عن سيارتها أونيكس التي تستبدل مكان السيارة أفيو والتي ستتاح فعليا في الأسواق في نهاية عام 2020. وترتكز أونيكس على منصة جنرال موتورز للأسواق الناشئة التي تبنى عليها عدد من سيارات شيفرولي المخفضة التكلفة الغير فاخرة لأسواق متنامية مثل الصين والهند والبرازيل، ويتم إنتاجها في كل من الصين والبرازيل والمكسيك. ووفقا لتقارير صحفية عالمية فإن أونيكس تعد بديل حديث للسيارة أفيو من فئة السيدان تحت المدمجة وسيارة أخرى من فئة السيدان المدمجة، وهي تندرج ضمن الفئة المدمجة الحجم بطول 4474 ملم، ولها صندوق أمتعة تناهز سعته 470 لتر. وتحظى السيارة بتصميم شبابي جذاب خارجيا وداخليا يسير الجيل الجديد من تصميمات شيفروليه. وقد عرضت أونيكس مزودة بمحرك تيربو من 3 اسطوانات سعة 1.2 لتر، وهو محرك يولد قوة نحو 130 حصان وعزم نحو 190 نيوتن للمتر، وهو متصل بناقل أوتوماتيكي قياسي من 6 سرعات. وتشير الأرقام إلى أن السيارة سريعة حيث تنطلق من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.3 ثانية، كما أنها أيضا اقتصادية في استهلاك الوقود، علما بأنها سوف تتاح بمحرك تيربو سعة 1 لتر من 3 اسطوانات أيضا بقوة نحو 116 حصان وعزم نحو 160 نيوتن للمتر بجانب المحرك 1.2 لتر بالشرق الأوسط. كما عرضت أونيكس بفئة بريمير التي تحتوي على عجلات سباقية ذات اللون الأسود مقاس 16 بوصة، كشافات أمامية هالوجين مركزة للضوء، كشافات خلفية ليد، مصابيح نهارية ليد، تشغيل أوتوماتيكي للكشافات، تحكم كهربائي بزاوية المراية الجانبية، عجلة قيادة مكسوة بالجلد، مقاعد مكسوة بالجلد، تحكم بارتفاع مقعد القائد، زر لإدارة المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تحكم باللمس مقاس 7 بوصات، 6 سماعات مثبت سرعة، كاميرا رؤية خلفية وحساسات ركن خلفية. أما عن سعر شيفرولي أونيكس، تأتي الفئة الأولى بتسعير يقدر $10,000 وهو ما يوازي 160,000 جنيه مصري، وتأتي الفئة الثانية بسعر $16,000 وهو ما يساوي 256,000 جنيه مصري. أما عن ميعاد الطرح، فمن المقرر طرح السيارة في نهاية عام 2020، ويرجى العلم بأن هذه الأسعار سوف يضاف إليها أسعار الجمارك والربح الخاص بالشركات. أما عن قرار الشراء الآن لأي سيارة موجودة بالسوق المصري، إذا كان هناك حاجة للشراء فيمكن الشراء الآن إذا كانت الحاجة ملحة، أما إذا كان هناك إمكانية لتأجيل قرار الشراء فيمكن التأجيل، لأن السوق سوف يكون مليء بالمفاجآت الفترات القادمة من منافسة في الأسعار بين السيارات القائمة بالفعل والموجودة حاليا في السوق، ومن ظهور سيارات بإمكانيات مختلفة مثل السيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية التي ربما تحدث تغير في السوق المصري في الفترة القادمة. شكرا على المتابعة، وانتظرونا في مزيد من التقارير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.